اليوم بدأت أيام المغفرة من الشهر الكريم وانتهت أيام الرحمة، وأيام المغفرة لها فضل كبير في مغفرة الذنوب، وعلى الصائم أن ينتهز أيام المغفرة في كثرة الدعاء والاستغفار والتقرب إلى الله عز وجل. ورفعت الأيدي للرحمن طلبا في المغفرة وتجديد التوبة. أهلا بكم متابعينا الكرام. قال الشيخ علي مصطفى: مع دخول العشرة أيام الأواسط من رمضان على الصائم أن تشتد همته أكثر، فقد ذهبت أيام الرحمة وجاءت أيام المغفرة، فعلى كل مسلم أن يجمع شتات قلبه ويكثر من الاستغفار والتوبة والدعاء والابتهال لله عز وجل. ومن فضائل العشر الأواسط من شهر رمضان المبارك أنه قيل عنها بأنها أيام مغفرة، حيث إن فيها يغفر الله عز وجل لعباده زلاتهم وأخطاؤهم، لهذا يفوز المجتهد في العشر المغفرة من رمضان بمغفرة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان العبد مقيما للعبادات مواظبا على الطاعات في هذه الأيام العظيمة سيتمكن من إدراك فضلها، فأيام المغفرة هي بمثابة الاستعداد للعشر الأواخر من خلال ما فعلته وقدمته من أعمال في أيام المغفرة، وهي أيام تعتبر بمثابة أن تلحق بما قد يكون فاتك من العبادة في أيام الرحمة العشر الأوائل من رمضان، وبذلك تصبح أيام المغفرة بمثابة التنبيه لشحذ الهمة وزيادة الاجتهاد في العبادة لتذوق حلاوتها، وبذلك يتم الله عليك نعمته وفضله. لذلك أيام المغفرة تنقذك في حالة لو تكاسلت عن القيام بواجب الطاعة من أول الشهر، لا تكون من المحرومين في أيام المغفرة. ونبه الشيخ على ضرورة إلا نكون من المحرومين في أيام المغفرة لشهر رمضان، فهي أيام تؤكد أنه ما زال في الوقت فسحة وفي الشهر بقية، لذلك عليك أيها الصائم أن تبادر وتستقبل بقية الشهر حتى لا تكون من المحرومين، فاغتنم من شهر الخير والرحمات والبركات والدعوات كالغيث. ما أجمل أيام شهر رمضان إذا زادتنا قربا وصلة بالمعبود الخالق وجعلتنا حريصين على استغلال أيامك، ففي أولك رحمة وأوسطك مغفرة وآخرك عتقا من النيران. ما أعظم شهر الصوم الذي لا بد فيه أن نتناسى الخلافات ونسعى لإصلاح وبناء أنفسنا وكل من حولنا، لأن رمضان هو انطلاقة للتواصل والتكافل. ندعو بالحسنى ونأمر بالمعروف ونحقق التكافل الاجتماعي. الغني يعطف على الفقير، والكبير يقدر الصغير، والصغير يحترم الكبير. شهر رمضان هو مدرسة الأخلاق وبداية التسامح ونبذ الفرقة وصلة الرحم والتفرغ للعبادة وطلب التوبة. وقد ورد في الحديث: من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، ومن لم يغفر له في رمضان فلن يغفر له فيما سواه. وفي أثر آخر: إذا لم يغفر له من رد في ليلة القدر متى يصلح من لا يصلح في رمضان؟ فمن فرط في الزرع في وقت البذر لم يحصد يوم الحصاد إلا الندم والخسارة. وتابع الشيخ أنه لا يوجد نص محدد متواجد في الشريعة الإسلامية يخص هذه الأيام، بل أن المقصود هو الإكثار من الدعاء بعد مرور ثلث الشهر الكريم. لذلك على جميع المسلمين استغلال ما تبقى منه والزيادة من العبادات المختلفة من الصلاة أو قراءة القرآن وإخراج الزكاة، هذا بالإضافة إلى عبادة الدعاء التي أخبر فيها المولى سبحانه وتعالى بأن الدعاء عبادة، بأنه يستمع إلى دعائهم في كل وقت وسوف يستجيب لهم. كانت بعد الحديث عن عبادة الصيام في شهر رمضان الكريم مما يدل على عظمة وأهمية هذه العبادة في الشهر المبارك.